قبل أن تظهر هذه النتائج التفاوض، يعني نتيجة التفاوض بإطلاق صراحة هنا اليوم. نعم نعم، يعني إذن عملية التفاوض كانت تطالب بالجانب الآخر الإفراج عن نساء سوريات معتقلات في السجون السورية. نعم، نحن نستطيع نتابع الصور الآن، هذه الصور للحافلات التي تقل الراهبات السوريات. نعم، هذه سيارات في الواقع تسبق وصول الراهبات، هي احتفالية يعني. نحن الآن يعني ترين هذا، يعني رغم هذه الظلمة هناك تقريبا وصول، يعني هي حتى نتأكد تماما كانت سيارات هي في الواقع سبقت على ما يبدو احتفالا، ترفع أعلام سورية وهناك يعني أصوات أناشيد سورية ترحيبية مرت أمام هذه القاعة، وربما تسبق السيارة أو الحافلة التي تنقل الراهبات. يلا إذن نحن الآن نتابع اللحظات الأخيرة. نعم. في ترقب وانتظار. نعم. وصول. نعم. الراهبات إلى منطقة جديدة يابوس، حيث يستقبلهم. نعم. عدد من الشخصيات الدينية والرسمية. نعم، تروح علينا هسه، تروح علينا والله احس بدي. لا لا لا، هذيك الاجباري بدنا نفوت، بيعرشوا هو كلهم علينا، حضروا حالكم للهجوم. لورا 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 لورا. إذن من المفيد أيضا أن نذكر بالمعلومات التي ذكرتها مراسلة الميادين ديما نصيف، أيضا أن إحدى المعتقلات أو السجينات السوريات وصلت إلى منطقة يبرود عن طريق عرسال، وهي سجى الدليمي ومع أطفالها الأربعة. كان هناك إصرار على اسمها، وأيضا هناك أربعة باصات، هذه الباصات تحمل المعتقلات السوريات اللواتي تم الإفراج عنهن مقابل الإفراج عن الراهبات اللواتي كنا مختطفات في منطقة معلولة منذ نحو 3 أشهر أو أكثر. لورا لبرا لبرا. عملية الإفراج هذه تمت بوساطة قام بها مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، وأيضا كان هناك وساطة لمدير الاستخبارات القطرية غانم الكبيسي. نعم، الآن تصل الراهبات. نعم نعم، ألو. نعم نعم محمد، نحن نسمعك ونشاهد أيضا الصور. نعم الآن تصل. نعم، ترينا بالصور هذا الازدحام الكبير حول الراهبات، يعني هناك حالة من التدافع الإعلاميين. ترون في الصورة وصول الراهبات، يتقدمهن. تصل الآن الراهبات، ترون. نعم. في هذه الصور، لكن حالة ازدحام في الواقع، حالة تدافع كبيرة. ها هي الأم بلاجيا سياف. نعم نعم، الأم بلاجيا تتقدم. نعم الأم بلاجيا
اللواء أيضا عباس إبراهيم يتقدم الراهبات في دخولهن إلى هذه المنطقة. نحن نعم الواضح محمد يعني أن هذا التدافع الإعلامي سيصعب الحصول على تصريح من الراهبات. نعم 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 تدخل الآن الراهبات كما هذه الراهبة يعني يحملها أحد رجال الأمن، ربما وضعها الصحي لا أدري كيف هو، هل هو الإرهاق أم أن هناك سببا صحيا آخر؟ ربما هو بالفعل يعني هو الإجهاد يعني واضح. نعم الآن يدخلون إلى قاعة الشرف. فعلا محمد يعني الإجهاد واضح جدا على وجوههم. نعم نعم حتى على التحرك هنا يعني واضح جدا بالفعل، يعني حركات بطيئة بسيطة متعبة منهكة، يعني هذا واضح. لا شك يعني أن الكثير مر على هؤلاء الراهبات خلال 40 يوما الماضية، خاضوا الكثير من التفاصيل و لابد أن هذا الأمر كان مرهقا صحيا لهم، خصوصا أن عددا منهم في سن كبيرة. محمد استطعت الدخول إلى داخل قاعة الاستقبال؟ نعم نعم محمد يلا. نعم انت شو هذا معك الوطنيه بالاول. نحن داخل هذه القاعه. نعم محمد نحن داخل هذه القاعه. نعم نعم نريد نعم يعني هناك تدافع رهيب. ربما نطلب من الزميل المصور إذا كان هناك إمكانية أن ينقل الصورة بشكل أخر. نعم يلا 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 نعم نحن لا هو طلبنا هو طلبنا هو طلبنا نعم نعم نحن الآن داخل هذه القاعة. نعم محمد الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يخليكم. نعم نعم محمد الله يسلمكم أهلين. نشكر الله الحمد لله. كانت فترة متعبة؟ لا الحمد لله كانت كتير من الرب دخيل وكتير كانت كويسة الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم. لا الرئيس صار قدام المحافظ. يعني محمد نحن بالتأكيد لا نريد أن نرهق الراهبات أكثر، ولكن هل هناك إمكانية للسؤال عن التفاصيل التي خاضوها؟ ربما يعني إذا كان هناك إمكانية فقط عن الساعات الأخيرة كيف كانت؟ يلا بس دقيقة هلا عيط لك خصوصا. نعم نعم عيط لك خصوصا. هنا هنا بس فقط لدينا استمرار الكلام مع محمد هل تسمعني؟ نعم أنا أسمعك تماما. الآن يلتقي رجال الدين والمحافظة مع الراهبات، يعني لكن هناك كما ترون في هذه القاعة حالة من الازدحام الشديد جدا. نعم نحاول أن تعال طالعي تركلي قبل بس خوت لي من برا شوي.
نعم بس نحن نعم 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 إذن هن 13 راكبة كنا مصطفقات وثلاثة مساعدين. نعم محمد يعني نحن ندرك تماما صعوبة الحصول على لقاء في مثل هذه الظروف. بس من عندكم اعلام لحم عندكم بس احنا نغرب بعدوه من وشهم بعد لحم عندكم بس احنا نغرب لا 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 ربما سيكون هناك يعني كلمة مشتركة للصحفيين. هذه إذن الصور للراهبات طبعا. بس ارجعوا شوي لورا بس شوي لورا بس هلا راح نبطلكم محل بس شوي لورا عشان بس شوي سألني زبدك عسطري شغلة بس إذا بتريد من بعد شوي كثير يعني من الأسئلة الآن تدور في الأذهان. نعم حول الظروف التي كنا يخضعنا لها الراهبات، كيف كانت تفاصيل حياتهن اليومية خلال 40 يوما الماضية. بس شوي لورا ربما سنستطيع الحصول على بعض هذه التفاصيل من خلال لقاء سريع إذا تمكن الزميل محمد الخضر من الحصول عليه. نستطيع أن نلحظ الظروف الصعبة التي يحاول من خلالها تأمين هذا اللقاء. في الصور نشاهد بعض الوفود الشعبية تحيي الراهبات وتمر عليهن للتهنئة بسلامتهن. بس شوي لورا ما فيك تصوروا هيك بس شوي لورا يا اعلام لك يا اعلام بس شوي لورا بس شوي لورا طلبتني اللي عنده ميكروفون يحطه هون اها اذا حطه هون لا ما في تبسكو مين معنا ميكروفون جاهز يبدو الآن أن هناك كلمة مشتركة لجميع الإعلاميين المتواجدين الآن في القاعة. ستقوم الأم بإلقائها بانتظار كلماتها الأولى للإعلام. وقفي بدون الطاولة حبابي أنا التليفون بدي أذكرك أول واحد حبيب علمي
كيف كيف كيف؟ اسمعي اسمعي طيب. أول شيء بدنا نشكر الله تعالى يلي يسر. اسمعوا يا شباب بدنا نشكر الله تعالى يلي يسر الأمور وخلانا نوصل لهالوقت يلي نحن فيه. بعدين سيدنا البتراك يوحنا العاشر كمان يلي الدؤوب العامل الدؤوب كان عم بيشتغل معنا يلي هو طلباته كانت تعب كثير عليه. سيد الرئيس بشار الأسد وتواصله مع أمير قطر ومساعدتهم إلنا هيدي نتشكرهم فوق الحدود. لكن ما بننسى الوسيط الكبير الوسيط الكبير والعامل العامل بحقل الرب خلينا نقول بحقل الرب لأنه عمل عمل خير كتير اللواء عباس إبراهيم. ونحن هلأ مشان أسئلة ما أسئلة نحن تعبانين صرنا 9 ساعات نحن على الطريق منشان هيك نتشكركم كلكم نتشكر كل العالم اللي ساهموا بخروجنا من هالمكان اللي كنا فيه نحن ونطلب منكم انكم انتم اذا بتحبوا تلاقونا بمكان ثاني نحن جاهزين نحن راح نعمل اسمعي يا حبيبتي انت نحن ان شاء الله بكره بدنا نرتب الداس خصوصي واستقبال للرهبات في الدار البطريركية. لذلك هاللي بده شيء بعدين رح نعلن عنه وبتجوا لهونيك بتسألونا اللي بدكم اياه. كثير مناح كل شيء منيح كانت معاملة منيحة وكل شيء منيح نشكر الله يعني نحن مناح وقلبنا طيب والعالم دعيت لنا وسيدنا البترك صلى لنا والأخوة المطارنة هم ما تركونا الله ما تركنا وقعنا بين إيدين الحقيقة قدام الرب بدنا نحكي قدام الله تعالى معاملة جيدة حسنة حتى أنه الشخص اللي اسمه جورج حسواني قدم لنا البناية بكاملة مع كل شيء في بقلبه يعني استراحة تامة ما بنعتاد شيء حتى قال لهم قالوا لهم قلب العصفور بيطلبون احنا جاهزين نقدم لهم اياه فما نعرفين لمين بدنا نتشكر كل العالم كل من ساهم كل من ساعدنا وهلا وصلنا بالسلامة والجبهة يعني ما بدنا احكي انا اكثر لانه قدام الله تعالى بدي احكي الجبهة كانت معاملتها منيحة معنا قبل ما يكون جورج حشواني كانت الجبهة عم تقدم لنا طلباتنا وخدماتنا وأكلنا بعدين حضرته إجا لشهرين لا لا ما شلحونا الصليب لكن المحل يعني اللي أنت قاعدة فيه تلاقي حالك غلط يعني غلط يعني شلحت الصلبان بإرادتهم؟ إيه لا ما شلحونا هن ولا نحن يعني نحن ما لبسناهم الرهيبات اللي خطفوا رجعوا كلنا 16 شخص كنا هنيك وال 16 كلنا رجعنا والصحة جيدة الحمد لله ما حدا مدقور ما حدا لمسنا ما حدا قربنا احنا ما حدا ضايقنا يعني قدام الله عم نحكي. طيب تواجدكم كان في مكان واحد ولا كان في اكثر من مكان يعني فقد الاتصال معكم؟ لا بس نقلنا من مكان لمكان. بكره قالكم سيدنا المطران لوقا انه رح يفتح نهار بالبتركيه وكلكم تجوا اي سؤال نحن بنكون مرتاحين اكثر. معلش لا توحشونا لا توحشونا سياده المحافظ شو بدك تحكي لنا اليوم بعد ما هلا صاروا هون؟ طبعا الحمد لله على سلامتهم وان شاء الله املنا بالله كبير يطلعوا كل المخطوفين والمطرانين ايضا المخطوفين كلهم يطلعوا وان شاء الله بإنجازات جيشنا العربي السوري البطل باسل ما بيخلي مخطوف الا بيطلع وبيرجع لاهله وان شاء الله النصر المؤزر لكل ارجاء الوطن وطبعا كل العرفان والوفاء للسيد الرئيس الذي وجه وتابع قضية الإفراج عن الراهبات وكما قلت وجود رجال الدين
المسيحي والإسلامي جنبا إلى جنب باستقبال الراهبات، يدل على أن هذا الوطن لجميع أبنائه، لا فرق بين مواطن وآخر. وإن شاء الله نحن على أبواب الإفراج عن كل المخطوفين وعلى أبواب النصر المؤزر إن شاء الله. هناك معلومات عن ملف المطرانين؟ يكفي يكفي. يلا يعطيك العافية. إذن تابعنا هذه الكلمات المقتضبة، كانت من الأم بلاجيا سياف ومن أيضا محافظ ريف دمشق. الأم بلاجيا وجهت كل الشكر للواء عباس إبراهيم الذي قاد عملية الإفراج عنهن. طبعا هي تحدثت عن الإرهاق الذي تشعر به الراهبات بعد 9 ساعات من بدء عملية إطلاق سراحهن. يعني هذا أمر طبيعي بعد كل هذا الوقت أن يشعرن بالإرهاق والتعب، لذلك كانت كلماتها مقتضبة، اقتصرت على شكر الشخصيات التي ساهمت في الإفراج عنهن، كما ذكرت بشكل خاص اللواء عباس إبراهيم ذكرته الأم بلاجيا. تحدثت أيضا عن المعاملة الجيدة التي كان الخاطفون يعاملونهن بها. طبعا هي ذكرت أن 16 شخصية شخصا الذين كانوا مختطفين هم جميعا بصحة جيدة. كان هناك 13 راهبة و3 مساعدات في يبرود مختطفات. الأم بلاجيا أكدت أنهن جميعا بصحة جيدة، أكدت أيضا أن المعاملة كانت جيدة. وحول سؤال عن مسألة خلع الصلبان، ذكرت أنهن خلعنها برغبتهن ولم يجبرهم أحد على ذلك. طبعا تدخل المطران لوقا الخوري ليقول أن هناك قداس غدا سيكون الباب مفتوحا للصحفيين حتى يوجهوا أسئلتهم للراهبات حول عملية الاختطاف والتفاصيل التي مروا بها بشكل مفصل أكثر بعد الإرهاق الذي يعانين منه الآن. إذن في دار البطريركية هناك غدا قداس للراهبات. ريف محافظ ريف دمشق أيضا تحدث بشكل سريع وأضاف أنه يأمل خروج المطرانين المختطفين في سوريا أيضا. يعني هذه القضية أيضا لا تزال عالقة، فقد تم اختطاف مطرانين منذ فترة أطول من فترة اختطاف الراهبات التي استمرت لأكثر من 90 يوما. تابعنا الصور لعملية الإفراج عن الراهبات التي بدأت من منطقة اللبوة، من هناك خرجت الوفود إلى الوفود، وفود طبعا هنا أتحدث عن سيارات قوى الأمن اللبناني التي حملت الراهبات باتجاه منطقة جديدة يابوس. الراهبات وصلنا منذ بعض الوقت إلى هذه المنطقة، كان في استقبالهن عدد كبير من الشخصيات الدينية الإسلامية والمسيحية على رأسها المطران لوقا الخوري، وهو المعاون البطريركي لبطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. المطران تحدث عن أن هناك غدا قداس سيكون للراهبات
وهناك سيتم استقبال الأسئلة من الصحفيين حول التفاصيل التي مرت على الراهبات. أيضا تحدث أيضا محافظ دمشق كما ذكرنا وتابعنا منذ بعض الوقت عن أن هناك أيضا يعني لم يذكر التفاصيل حقيقة بشكل أساسي عن كيف يتم الآن العمل على قضية المطرانين المخطوفين في سوريا، ولكن هو قال أنه يتم أو يأمل بخروجهم أو خروجهما في أقرب وقت. شكرا لكم وإلى اللقاء.